نبني مجتمع. لما القطاعات دي كلها ما بقتش موجودة وحل محلها القطاع الخاص أو الشركات الخاصة، أصبح المعيار المكسب المادي. فأنا كمنتج لما أنا ألقي بمال في السوق وعايز أكسب منه، هدور على إيه؟ هدور على أسهل طريقة لاستعادة المال ده ولتحقيق مكاسب. طب إيه أسهل طريقة؟ حد الناس عرفت اسمه وعمل كام لقطة كده، هاتوا الواد ده أو بديله بطولة عمل مسلسل. طبعا هو ما عندوش الأدوات اللي تمكنه أن يكون ممثل، هو ممكن كان شاطر قوي في الشوت ده أو في اللقطة دي أو في الموضوع ده، لكن ده مش معناه أنه هو ممثل. ممثل له مقومات وله معايير مختلفة تماما. مفيش حد فاصل ما بين الأجيال وبعض، الحياة مندمجة ومتداخلة ببعض ومتشابكة ببعض. انت عندك في البيت مين؟ الابن، الابنة، الأم، الأب، العم، الخالة، الجد، الجدة، كل الأجيال موجودة في حياتك وكذلك موجودة في العمل الدرامي. فبالتالي مفيش جيل يستقل بذاته يقول أنا عايز أبقى جيل شباب بس أو أنا عايز أبقى جيل كبار بس. لا، الدنيا مش كده. العمل الفني اللي مكتوب بشكل درامي مدروس من خلال كبار الكتاب اللي عندهم الخبرة وعندهم الوعي وعندهم الثقافة وعندهم الباك جراوند، الكتاب الكبار دول بالتأكيد بيدمجوا كل الأجيال داخل العمل. القصة بقى في إيه؟ الدروب بيجي منين؟ الدروب بيجي بالاستعانة بأسلوب جديد في الكتابة اسمه أسلوب الورشة. طبعا اسلوب الورشه يعني مع احترامي وتحفظي ممكن يكون عناصر المشتركين في الورشه عناصر جيده جدا، بس اندماجهم مع بعض مش بالضروره يطلع عمل جيد وعمل جميل. انا بعتبر العمل اللي مكتوب في الورشه الى حد كبير عامل زي ما يكون في رقع، ما هواش نسيج واحد، ما هواش روح واحده، ما هواش خيال واحد. فعشان كده يعني انا أعتقد أن الكتابة الصحيحة من خلال الاعتماد على كتاب محترفين حيتيح الفرصة لكل الأجيال. شكراً لحضرتك. بشكركم جداً وأهلاً وسهلاً.